الابداع ديال الجمهور هادشي متعودين عليه. اللي مهم هو تنشكروه على الدعم القوي اللي تيقدموا اللاعبين باش نكونوا دائما في المستوى الكبير. تظاهرة غالية على اللاعبين ولا الجمهور. الحمد لله بداية ديال المقابلة اللي غتخليك تدوز لدور المجموعات. الحمد لله اللاعبين كانوا في المستوى الحدث هذا. تنشكر جميع مكونات فريق الوداد اللي تكون من جمهور ومسؤولين ولاعبين. نتمنى اننا نزيدوا من العطاء ديالنا ونفرحوا الجماهير الوداديه اللي كتسنى منا الشيء الكثير. وحنا كيف ما تنوعدوا بعضياتنا مجموعين، لان التظاهره تنكونوا غاديين فيها كيف ما قلت لك بجميع المكونات. اللي تنتمنى اننا نكونوا في هذه النسخه ان شاء الله فعالين، وفي اخر السنه ان شاء الله نكونوا فرحانين كاملين ان شاء الله.